صباح الخير، يعطيكم العافية. رجعنا لكم بفيديو جديد. أنا كنت ماشي في السوق فشفت في بيض بنباع بالأسواق. البيض هذا ألوانه متعددة، شايفين هون أبيض بني فاتح بني غامق، وهذا بني غامق كتير. فقررت أعمل تجربة البيض، أشوف شو فرق الطعم فيهم. خليكم معنا وحنرجع لكم. احنا علينا البيضات، لا انتوا ولا انا عارفين اي بيضة اي مكان. اكتشفنا انه داخليا كلهم نفس اللون، حطيناهم تحت نفس المعاملة، نفس الزيت، نفس الملح، رشة ملح عليهم كلهم. حندوق الطعم حنشوف في اختلاف ولا لا. صراحة احكي لكم اياها، ما في فرق كبير بالطعم. وهذا بعلمنا شيء، انه الناس خلقوا الوان وشعوب وقبائل. داخليا هذول الاشخاص كلهم نفس اللون ونفس النوع، واشخاص طيبين وجيدين. لا نحكم على الناس بجلدتهم وقشرتهم، لازم نحكم على الناس بتعاملنا معهم، نعرف مين هم. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حكى: وخلقناكم شعوبا وقبائل، مش لتحاربوا، مش لتخاصموا، مش عشان يعير بعضكم بعضا بلونه، مش عشان تتقاتلوا، مش عشان تكرهوا بعض، لأنه هذا من الشمال وهذا من الجنوب، هذا من هذا البلد وهذا من ذاك البلد، مش عشان هذا السبب. لتعارفوا. فانت اذا بتروح على واحد من دين تاني ومن جنس تاني وتتعلم ثقافته، مش شرط انك تتبعها، تتعلمها، انت بتقيم سنة الله على الارض. لتعارفوا، احفظوها يا جماعة، لتعارفوا. تعرفوا على بعض، تعرفوا على شعوب العالم، تعرفوا على ثقافات العالم، تعرفوا على عادات ديانات العالم. ما حدا حكى لك تتبعها ولا حدا حكى لك تاخدها، بس هاي سنة الله في الخلق. نحن جميعا خلقنا لنتعارف. الله يعطيكم العافية.